بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل، يقول فضيلة الشيخ، انتشر في هذه الأيام تفسير الأحلام والرؤى، فما هي الضوابط الشرعية لهذا التفسير؟ وهل هي تستند على علم شرعي؟ نريد تعليقا من جماعة الشيخ جزاكم الله خير. أولا، ما ينبغي للمسلمين أن يندفعوا مع الرؤى والأحلام، لأن الشيطان يتدخل، فربما إنه يأتيهم في النوم ويريهم ما يكرهون، لأنه جاء أن الرؤى على ثلاثة أقسام، منها ما هو حديث نفس، تكون إنك في اليقظة مهتم بشيء وتفكر بشيء، فإذا نمت صار منتقش في ذاكرتك ويأتيك هذا الشيء، هذا حديث نفس ما له قيمة. وأضغاث أحلام، هذا أضغاث أحلام أخلاط. النوع الثاني رؤيا من الشيطان، إذا أنك نمت ولم تذكر الله ولم تقرأ الورد، نمت وأنت لم تذكر الله ولم تقرأ الورد، تسلط عليك الشيطان وجاءك بالأحلام المزعجة وكدر عليك نومك. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من قرأ آية الكرسي عند النوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنه لا يقربه شيطان ولا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. وكذلك إذا أضاف إليها قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأضاف إليها أن قال اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا لجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وجعل هذا آخر كلامه، فإنه لا يقربه شيطان، وإن مات دخل الجنة. إذا مات على ذلك دخل الجنة، إن مات في فراشه ومات في نومه دخل الجنة. أول شيء إن الشيطان يتجنبه، الثاني لو مات في فراشه يدخل الجنة. هذا ثواب عظيم يفرط به كثير من الناس. النوع الثالث الرؤية الصحيحة التي تأتي عن طريق ملك من الملائكة، ملك الرؤية، وهي المبشرات